مساء الخير ومساء البهجة والسعادة. مصادر البهجة والسعادة عديدة، ولكن لا يسعدني شخصيا ولا يسعد أي مصري سوى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، العبور العظيم، التجلي الأعظم للجيش المصري، الجيش المصري الذي قطع اليد الطولة، الذي قهر الجيش الذي كان يتصور أنه لا يقهر. الجيش المصري في أدبياته، أدبيات أكتوبر، يتحدث عن معجزة حقيقية. ولا أبالغ أن الخطوط الحمراء المصرية الآن وقوة الجيش المصري الآن مؤسسة على هذا الجيش العظيم. هذا الجيش العظيم بمدده المتواصل عبر السنين يؤكد أن مصر قوة حقيقية وأن جيش مصر قوة حقيقية، والدليل الخطوط الحمراء التي لا يقربها أحد. وكما قال الرئيس، اللي يحب يجرب أو اللي يحب يقرب يجرب. أهلا بكم في ذكرى العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، ومعي يعني مؤرخ حقيقي ومحترم وعاشق صبابة في حب مصر. معي الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، المحاضر بأكاديمية مصر العليا. والسؤال: هل ما كتب عن أكتوبر حتى الآن ينقصه الكثير؟ هل صحيح كما قال هو شخصيا أن ما كتب مجرد ذكريات وليست مذكرات؟ ألم نؤرخ بعد الحرب أكتوبر؟ حرب أكتوبر الآن في حوزة المؤرخين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وأنت طيب ومصر كلها طيبة ودائما منتصرة. دائما منتصرة. مذكرات وليست، أو ذكريات وليست مذكرات، هكذا وصفت ما كتب عن الحرب. ليس عن الحرب فقط، يعني تاريخنا المعاصر فيه مشكلة متعلقة بعدم الإفراج عن كل الوثائق. أخيرا الدولة سمحت بالإفراج عن بعض الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر 73، وأعتقد أنها أضافت. أكيد طبعا أضافت، لكن أنا لما تكلمت عن المذكرات كنت بحذر أنه شبابنا لا تأخذ الحقائق من كتب اسمها كتب المذكرات والذكريات. يمكن المذكرات شوية أهم، لأنه صاحبها ما بيكونش عارف أن احنا هنقراها، فبيكتب يومياته، ودي زي مذكرات سعد زغلول ومحمد علي علوبة وغيره بقى من اللي كتبوا لغرض الكتابة. هو بيرجع من عمله بيسجل يوميات، بعد كده المؤرخ بيعثر عليها، ده موضوع تاني دي. ومع ذلك هي فيها نفس العيوب، يعني فيها بس على أقل شوي فيها عيوب الذاتية والتبرير والمبالغة. بس انت بنت هنا بتقوم بهمة المحقق. يعني انا لا اعتمد عليها اعتماد كلي في شغلنا. ولذلك لما كلمت عن مذكرات اللي كتبت عن حرب اكتوبر وعن تاريخنا المعاصر، انا كنت برد على تزييف للتاريخ ورد في كثير من هذه المذكرات، خاصة مذكرات وذكريات جماعة الإخوان المسلمين. انا كنت برد على ده، انك ما تاخدش معلوماتك من مثل هذه مجرد رؤى ذاتية، وفيها بقى التزوير والتزييف والمبالغة والتبرير والكذب إلى آخر ذلك. ده كان هدفي من أن ننبه أولادنا أنه كتب التاريخ مختلفة عن هذه. طيب، إذا هذه وصف لمذكرات الإخوان، ماشي، لكن خليني في وصف مذكرات قادة حرب أكتوبر. لدينا مذكرات الشاذلي، لدينا مذكرات الجمصي، لدينا كثير من الكتابات المحترمة. صحيح، تمام. هذه كتابات يعتمد عليها فعلا، وبرضو لازم أقول أنه لا يعتمد عليها منفردة، لازم مقارنتها، ودي شغلة الباحث في علم التاريخ. كويس. هو بيجمع مادته العلمية أساسا من الوثائق الرسمية، محاضر مجلس الوزراء، محاضر المجلس العسكري، كتابات وثائق وزارة الخارجية، وثائق وزارة الاقتصاد. دي طبعا في الوثائق الأجنبية زي الوثائق البريطانية والوثائق الأمريكية والكندية وغيرها. احنا لازم بنلم بهذه الوثائق كلها، ودي بنسميها وثائق غير منشورة. لما كتبت أو سجلت هذه المحاضر ما كانش حد عارف انها لم تكن متاحة. لما بتتاح بتبقى مصدرنا الاول. كويس. ونبقى مطمئنين، لانه هنا انت عندك محاضر رسمية. مزبوط. عندك خطة العبور مثلا رسمية. الى اخر ذلك. بيليها الذي نشر. والذي نشر هنا بيبقى وثائق ايضا سمح بنشرها.
الكتاب الابيض، وثائق وزاره الصناعه الى اخر ده. لما ما بنلاقيش بنرجع للدوريات والمذكرات والذكريات. وفي الحاله دي بتخضع هذه الماده العلميه لمقارنه ونقد علمي شديد، لانه انا ما اقدرش اخد الشاذلي عظيم والجمصي عظيم وكل قادتنا، لكن يبقى انه هي نظره من رؤيه واحده او من شباك واحد يعني. في حقائق مذهلة ومهمة جدا، لكن أنا لازم أشوف الرؤية أو الرؤى الأخرى. عظيم. أنت هنا يعني حطيت لنا منهج بتقول الرؤية الكاملة، الجوانب الأخرى. خلينا أول نتكلم عن الوثائق التي أفرج عنها بعد نصف قرن، الوثائق المصرية، وثائق وزارة الدفاع التي أفرج عنها، شفتها قيمتها؟ طبعا هي وثائق مهمة جدا الحقيقة، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك أنت طبعا في أكتر مش اكتر بس هي خدمتنا في ان هي اكدت السياق. يعني احنا قبل ما تظهر هذه الوثائق، وانا من الناس اللي كتبوا يعني كتبت بعض الامور، هي في سياق عام. السياق العام ده مهم جدا. يعني انت لما تقول ان في السياق العام ده مصر استعدت، مصر خططت، مصر انتصرت، ده كله سياق عام. لما تيجي التفاصيل، التفاصيل هنا اكدت هذا السياق العام، تسند السياق. ولذلك احنا على فكره يعني هي المهنه بتاعتنا صعبه شويه. انت لازم ترجع للوثائق العبريه كمان وتشوف وجهه نظر الاخر، هو كتب ازاي عن حرب الاستنزاف وعن حرب اكتوبر و48 و56 الى اخر هذه الجولات، لانه في النهايه انت لا تنظر الى حرب اكتوبر 73 على انها حرب منفصله عما قبلها. وزي حضرتك بتقول كده، احنا امام صراع تاريخي، وبالتالي حرب اكتوبر 73 حلقة من حلقات هذا الصراع، ولكنها الحلقة الاروع، الحلقة اللي تم الانتصار فيها وتم مواجهة التحدي. يمكن عايز اقول لحضرتك حاجة، انه اسرائيل نفسها بالانتصار الخاطف اللي حققته في 67 كانت متوقعة الثأر ومتوقع الانتقام. واللي يقرا مذكرات، برضو مذكرات هي مناحم بيجن، واللي يقرا الروايه الاسرائيليه عن 67 وعن الاستنزاف يكتشف ان هم كانوا منتظرين هذا اليوم، وكانوا مرعوبين من صقر الجندي المصري وانتقامه. خلينا نروح ل 67 حرب الاستنزاف تاسيسا ل 73. ماذا قالت اسرائيل؟ اسرائيل في احنا بنرجع لوثائق العبرية، وبرضه عايز اقول حاجة يعني ليس انصافا لكتاباتهم، ولكن هي اقرار الحقيقة. يعني انا لما رجعت مثلا للرواية الرسمية الاسرائيلية عن حرب 48 وطبقت هذه الرواية الرسمية الاسرائيلية بما كتب، وهي كتابات كثيرة جدا عن حرب 48 او النكبة زي ما احنا سميناها، في تطابق، شبه تطابق. ورواية جيدة أنا ممكن أقبل ده. أنا بقول كده كمؤرخ، بقول كده، وفي ذهني فيلم جولدا مائير. أيوة. جولدا الأخير ده. أنا أقول لحضرتك أنه أنا لما شفت الفيلم عايز أؤكد أنه هذا الفيلم منصف جدا لمصر حقيقي. الجزء الأكبر من الفيلم كله فيه اكتئاب وهزيمة وإقرار بانتصار المصريين. إنصاف لم يكن متعمدا، لا هو كان تعظيم أو تجسيد لحالة جلدة. تمام. يعني هو المخرج والكاتب كل قضيتهم أن جلدة كانت في أسوأ حالتها النفسية. تمام. من إيه؟ من نصر المصريين بالضبط. بالنسبة لي احنا حضرتك اشرت للحلقات كلها، احنا 48 في عدم تخطيط وتصور لان احنا رايحين نزهة، ليس هذا حال مصر فقط بل حال بقية الدول العربية، ولذلك وقعت الهزيمة. وكانت اسرائيل مستعدة بقيادات دخلت الحرب العالمية الثانية، ومستعدة باعداد اسلحة بالإضافة للأسلحة اللي أخذوها من الغرب، هي أعدت نفسها أسلحة تحت بير السلم، فبالتالي وقعت النكبة الكبرى دي. في 56 هي استهدفتنا لأنه ما كانتش مقتنعة بأنه الضباط الأحرار والنظام الجديد هيتركها. ولما قيل أنه يعني عبد الناصر لم يضع خطة لمواجهة إسرائيل، أو في البداية لم يحدد موقفه،
كانوا منزعجين جدا. وحتى الرواية الشهيرة بتاع رئيس الوكالة اليهودية الأمريكية نحوم جولدمان لما راح يزور إسرائيل وشاف فلسفة الثورة معلقة في الكنيسة قال لهم إيه ده، لازمته إيه ده؟ قالوا له ده كتاب البكباشي. قال لهم البكباشي عبد الناصر ما جابش سيرة إسرائيل. قالوا له لا، هو هيبني ويعمر ويعمل تنمية ثم يندار علينا بعد ذلك. فيجب أن احنا نغير أولوياته، يا يحاربنا يا يعمل سلام منفرد ويخرج بعيد عن القضية الفلسطينية. واحنا عارفين القصة بعد كده أن عبد الناصر عمل مشروعه وأمم القناة وبدأ يبني، فتخوفت إسرائيل. ليس فقط، بل أنه، وهذه معلومة يعني من وثائقية مش مطروقة يعني، وأنا عاصرت عليها من وثائق رئاسة الجمهورية، أنه أرسل مبكرا ضباط شبان ليتعرفوا على أوضاع العالم العربي كله 53. فتخوفت إسرائيل وأرسلت لأمريكا من تل أبيب لواشنطن أنه عبد الناصر بيلعب في الخليج بيلعب، وهنا نخاف منه لأنه سيأكل الساندويتش قدمة قدمة. عبد الناصر طبعا زي ما احنا عارفين لما أمم القناة وبدأ الغرب يتحرك دخلت إسرائيل. دخلت إسرائيل حرب 56 لإجهاض المشروع. كانت الخطة، ويعني أنا يمكن لابد من الإشارة إلى ده، ما طبق مع صدام حسين هي كانت الخطة دي. جر الجيش المصري وضعه في وضع كماشة ثم تدميره ثم القبض على جمال عبد الناصر. لكن عبد الناصر اللي ما كانش هضم لسه صفقة الأسلحة التشيكية اعتمد على هذا الشعب العظيم، واعتمد على قدرة وزارة الخارجية المصرية في إثارة القضية وتحقيق نصر دبلوماسي، واعتمد على ما يعرف سياسيا بالصراع الأنجلو أمريكي، الصراع اللي داخل المعسكر الغربي نفسه، بالإضافة إلى دعم الاتحاد السوفيتي. وبالتالي أي حد يقول إن احنا انهزمنا في 56 يبقى خاين أو يبقى خاطئ أو يبقى غير قادر على الرؤية. احنا سحبنا جيشنا، أيوة في شوية أخطاء، لكن سحبنا جيشنا وتم صدور انذار من امريكا وانذار من الاتحاد السوفيتي لاسباب سياسيه، وطردت اسرائيل وطردت ورحل العدوان الثلاثي وفشل في تحقيق اهدافه. نذهب الى النكسه، من النكبه الى النكسه. تمام. انا اطلق عليها دائما ووفقا لبعض الكتابات ايضا الغربيه مؤامره. مؤامره، فهي مؤامره كبرى. مؤامرة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وفي نفس الوقت لا أبرر أنه في أخطاء من القيادة العسكرية، وحتى عبد الناصر نفسه اعترف أنه هو مسؤوليته كبيرة. لكن المعجزة في 67 أنه لم تخضع مصر ولم توقع على صك هزيمة الاستسلام او لم تستسلم. وفي ويمكن دخان المعارك بتاع 67 كان لا يزال في الجو، ومصر بتحقق انتصارات وبتصمد فرص العش وإيلات بعد كده وتصمد والشعب يتحرك ويأمر عبد الناصر بالاستمرار اليوم الطويل اللي هو اسمه 9 و10 يونيو. وهنا بقى معجزة هذا الشعب وقدرة القيادة العظيمة اللي هتقود التجربة مرة ثانية، إعادة بناء الجيش المصري. وزي ما قلت لحضرتك انه يعني في مذكرات مناحم بيجن بيقول ان انا مرعوب جدا من لقطة شفتها انه مجندة إسرائيلية بتهين جندي مصري، ان الانتقام هيكون قريب جدا. وده اللي نجحت فيه القيادة العسكرية المصرية في انها تعد العدة ما بين 67 و70. ويمكن انا اطلعت اخيرا على محاضر جلسات مجلس الوزراء من 69، كانت مصر جاهزة للعبور، وهذه ليست مفاجأة الحقيقة. متى كانت مصر جاهزة للعبور؟ كانت جاهزة في اواخر 69، وتم تجربة الخراطيم المياه لضرب الساتر الترابي. ومن اللطيف قوي في هذه الوثائق انه عبد الناصر كان بيسخر من خط بارليف، وانه اولادنا بيعبروا بين النقاط الحصينة
ويقدروا يعبرهم ويجيبوا أسرى ويضربهم ويرجعهم. فكان بيسهر من خط بارليف اصلا، وكان بيخطط طبعا الخطط اللي اتعملت، ان هو لما استقبل بقى المقترح بتاع باقي يوسف وتم تجريب المضخات بتاع الميه انها تنزل الساتر الترابي، كانت مصر الحقيقه جاهزه، لكن في 69 واوائل 70 كان جاهز عبد الناصر للعبور. رحل عبد الناصر وكان يحلم بيوم العبور. تمام. رحل عبد الناصر وترك خطط للعبور. تمام. جرانيت واحد وجرانيت اثنين. وترحل عبد الناصر وترك جيش مؤسس جيدا. تمام. جيش يمضغ الصبر املا في الثأر. ما الذي اخر الثأر والعبور من 69 ل 73؟ من 70 بقى نقول 70 لانه تولى القياده الرئيس الراحل انور السادات. وهنا الحقيقة كان الرئيس سادات بيراهن على إمكانية حل القضية ورحيل إسرائيل عن سيناء سلما دبلوماسيا، يعني دبلوماسيا، يعني معنى ذلك أن عبد الناصر لم يلجأ للحل الدبلوماسي. عرض عليه. أليست هناك مبادرة روجرز؟ عرض عليه. وروجرز هنا لما بندرسها. أيوة. وأنا عندي طالبة سجلت لها ماجستير في روجرز. كويس. لما بندرسها ومن خلال الوثائق احنا امام خطة خداع ايضا من عبد الناصر. روجرز كانت خطة خداع. تمام. هو من عبد الناصر. من عبد الناصر هو بيقبل لانه عنده مشكلة في الدفاع الجوي. وهو عايز يبني الساتر هنا بحيث انه الفانتوم اللي كانت بتعربد في سماء مصر. عايز يعمل حائط صور. واحنا شفنا يعني في حرب الاستنزاف، ويمكن احنا قفزنا بسرعة كده في حرب الاستنزاف، الشعب لم يستسلم رغم ضرب أبار الزيتية ورغم بحر البقر ورغم عربدة إسرائيل بالفانتوم. احنا لم نستسلم، بل بالعكس كنا مستمرين في حرب الاستنزاف. هفتح بس قوسين واقول لحضرتك انه نتيجة للتشويش ايضا على حرب الاستنزاف، انا اهتميت بجمع الشهادات الإسرائيلية مهمة عن انتصارنا في حرب الاستنزاف. مصر انتصرت في حرب الاستنزاف. حضرتك شهادات إسرائيلية. بتقولي الشهادات دي. أنا أقول لحضرتك مثلا صراخ جولدا مائير في الإذاعة العبرية وتطالب في أحد أحاديثها بأن هي تلتقي بعبد الناصر في أي مكان حتى يوقف حرب الاستنزاف. جولدا مائير في الإذاعة العبرية. أيوة. طلبت لقاء عبد الناصر في أي مكان. في أي مكان. عشان ينهي حرب. ده الكلام ده قبل روجرز. كويس. لكن لما عبد الناصر ما بيردش على ده، فكانت الطيارات الفانتوم بتعربد في سماء مصر. طبعا. لذلك كان في ضروره لانه نضع الصواريخ ونمنع هذا الطيران الاسرائيلي، وده اللي نجح فيه عبد الناصر في الفتره بتاع روجرز. وعندهم اسبوع اسمه اسبوع الطيران الحزين، اي طياره ما بقتش تقدر تعدي بعد ما. ودي طبعا على فكره ملحمه كبرى اللي حائط الصواريخ. حائط الصواريخ ملحمه كبرى، وفيها تعاون من اساتذه كليه العلوم واساتذه مدنيين مع الجيش المصري عشان يتبني هذا. وشركات مصريه. وشركات مصريه عظيمه طبعا، وتعامل ده كويس قوي. فاحنا اصبحنا مستعدين ان احنا نواجه عربده هذا الطيران. الشهادات على فكره يعني مغرية جدا لقراءتها، يعني لما تيجي مثلا تجد حوار عبري، حوار بين إسرائيلي وإسرائيلي، بين العميد ماتي بليد اللي هو مسؤول عن الإمداد والتموين في حرب الاستنزاف، وبين المراسل العسكري الشهير زيف تشيف. تشيف بيقول إن إحنا انتصرنا في حرب الاستنزاف، إسرائيل انتصرت. فبيرد عليه العميد بليد بيقول له لم تحقق إسرائيل أي هدف في حرب الاستنزاف، ومصر حققت انتصار ساحق في حرب الاستنزاف، وهي الحرب الوحيدة اللي انتصرت فيها مصر سبع اللي هي حرب الاستنزاف. وبيقول له انه لما استخدمنا غطرسة القوة ودخلنا بالطيران لم تخضع اسرائيل، لم تخضع مصر، واستقبلت هذه الضربات ولا كأن في اي مشكلة. وانتهى الامر بان هم اللي يعني عضوا اصبعنا وانتصروا علينا في حرب الاستنزاف. انا ده اغراني ان انا اروح لشهادات ديان واروح لشهادات جولدا مائير وغيرها. ماذا اكتشفت؟ كل الشهادات بتؤكد ان مصر انتصرت في حرب الاستنزاف. ماذا يقول ديان؟
ده ديان كمان انت تفكرني بحاجة لطيفة قوي، بيتكلم عن انسحابنا في 67 في مذكراته، بس مش حياتي. هو له مذكرات تانية اسمها يوميات معركة سيناء بيتكلم فيها عن 56، فبيقول انه رغم الانسحاب ورغم انه في كان في فوضى في الانسحاب المصريين، لكن في ضابط صغير اسمه الشاذلي قدر ان هو يكبدنا خسائر وينسحب سالما بقواته. فهو هنا على فكرة ده شيء يعني رائع جدا انك تجد مثل هذه الشهادة. هو ايضا بيتكلم عن حرب الاستنزاف بنفس الطريقة، انه مصر كبدتنا خسائر رهيبة، وكلهم بيتكلموا على انه اسرائيل مش متعودة على حرب طويلة. اسرائيل عشان تعمل حرب طويلة، هي بتحب الحرب الخاطفة، عشان تعمل حرب طويلة بتستدعي حرب طويلة، عندها مشكلة في استدعاء الاحتياطي، وبالتالي المصانع بتاعتها بتقف. لكن احنا ما عندناش المشكلة دي، وما عندناش المشكلة دي لانه طلاب واولادنا ومنهم اخويا واخو حضرتك وكل الجيل ده خرجوا من الجامعة على الجيش الخريجي 67 و68 وانت ماشي، قعدوا في الجيش منتظرين الصقر والعبور، وبالتالي احنا ما عندناش مشكلة، المصانع ما بتقفش، الجبهة الداخلية زي ما هي، لكن هو بيستدعي الاحتياطي، ولذلك استنزفناهم. ده تعبيرهم هو، تعبير ديان وجلدة ومناحم بيجن وليفي أشكول. ممكن أبقى أهدي لحضرتك الكتيب ده اللي فيه الدراسة، كلها شهادات إسرائيلية. الدراسة بتقول شهادات إسرائيلية على انتصار مصر في حرب الاستنزاف، أتحول من نكسة إلى انتصار في حرب الاستنزاف. الحالة من إيه المفعول السحري جه منين؟ المفعول السحري من القيادة المؤمنة بإمكانيات الجندي المصري. وأنا قابلت قيادات كتيرة، منهم اللي هو عبد المنعم خليل وغيرهم. القيادات دي كانت بترى في عيون الجندي المصري الرغبة في الثأر والانتقام، ولذلك كان في يعني استعداد وتدريب والتكنولوجيا اللي بدأ أولادنا يتعلموها خلال الفترة القصيرة دي هضموا ده، واستعدوا بقى بصور كتيرة قوي، وعملوا تجارب للعبور وانتقلوا الى الضفة التانية واثروا ودخلوا في معارك كتير. الحقيقة ده استعداد هو اللي هيؤهلهم، عشان كده مش مستحيل نتكلم عن حرب اكتوبر 73 الا لما ندرس هذه المقدمة. عظيم. بالنسبة للقيادات التي خاضت الاستنزاف، طبعا كان الفريق فوزي واخرين، طبعا يعني اسم الفريق فوزي كان الاشهر في هذا التوقيت. طبعا كلهم قيادات الحقيقة نرفع لهم القبعة، وقيادات يعني كانت مصرة على أن ما حدث في 67 وهذا النصر القاطف كان مجرد مؤامرة، وكان نتيجة لبعض الأخطاء في القيادة العسكرية المصرية. أنت سيادتك قلت لي أن مصر كانت مستعدة في نهاية عصر طيب الذكر خالد الرئيس عبد الناصر، تمام، للعبور، تمام، وأن هذا الأمر تأجل أي، لأن هناك فكرة الحل الدبلوماسي. صحيح. احنا عرفنا ده اتفضل من مصدرين كبار يعني. اولا لما بدا كيسنجر يكتب فكتب عن انه كان في مراسلات سريه بين الرئيس انور السادات وبين الولايات المتحده الامريكيه، وكان بيمثل هذه بيلعب هذا الدور حافظ اسماعيل اللي كان بيسميه انور السادات كيسنجر بتاعي. ايوه ايوه الوقت السري الامن القومي المصري في هذا الوقت. دي كانت قناة سرية. احنا طبعا قرينا شغل كيسنجر، لكن حافظ اسماعيل كمان نشر مذكراته، ومفيش يعني اختلاف كبير بين ما ذكره كيسنجر وبين ما ذكره حافظ اسماعيل. الروايتين بيقولوا، لكن اقول لحضرتك انه اللي زادنا بقى إيضاح تفاصيل وايضاح نشر وثائق المراسلات دي. نشرت جامعة جورج تاون واشنطن، نشرت هذه المذكرات. بتقول ايه بقى هذه الوثائق؟ بتقول انه كان في اتصالات سرية دبلوماسية من تحت الارض، وانه كان في رغبة من الرئيس انور السادات انه يحل المشكلة سلما، وعشان كده هو عمل اكثر من مبادرة قبل ما 73،
منها المبادرة بتاع نوفمبر، ومنها المبادرة اللي هي بتاع إبعاد الخبراء السوفييت، لكن استقبال الولايات المتحدة الأمريكية وهي زي ما هو قال يعني بتمتلك 99% من أوراق اللعبة وحل مشكلة الشرق الأوسط، استقبال الولايات المتحدة الأمريكية لذلك كان استقبال بارد جدا، فاتر وفاتر جدا. وبالتالي وحتى تجد في مذكرات كيسنجر ردا على يعني طرد الخبراء السوفييت انه السادات لو كان طلب مننا مقابل كنا اديناله، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مكلفة بأن تدي مقابل على امر اخذته هدية يعني. لكن المراسلات بقى توري حضرتك مكر كيسنجر، وتوري حضرتك انه ما كانش في نية الولايات المتحدة الأمريكية انها تضغط على اسرائيل. تورينا مكر مكر كيسنجر هنا. مكر كيسنجر وما ادراك ما كيسنجر. نخرج لفاصل ونعود لنواصل. وفق حضور لفيف من الشخصيات العامة والدبلوماسية على رأسهم السفير الكندي بالقاهرة أورليك شانون وعدد من رؤساء الصحف القومية والعربية والخاصة ولفيف من رؤساء الجامعات، احتفلت مجموعة CIC بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من طلابها، إضافة إلى الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسها. بالنسبة لخريجنا النهاردة بقول لهم مبروك، أولا مبروك على تعب الاربع سنين اللي قضوها معانا، بذلنا كل جهدنا ان احنا نوصلهم بسلام وامان لليوم ده في افضل صوره، في احسن صوره بيحتاجها سوق العمل، وده كان المين اوبجكتيف بالنسبه لنا من دي ون، وهم عارفين كده من اول ما استقبلناهم من اربع سنين. دي الرساله اللي بنوصلها لاولادنا، عنينا عليكم وانتم بتتخرجوا، عنينا عليكم على اعلى مستوى من المهارات والمعرفه اللي بيحتاجها سوق العمل. الحمد لله لحد بعيد قدرنا نحقق ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وزملائي من اعضاء التدريس ولاء المعاونه، اللي انا بوجه لهم الشكر لان هم العصب الرئيسي للي وصل لهم اللي وصل لاولادنا اعضاء التدريس ولا كل العاملين السياسي. الجامعه الكنديه بتنظم سنويا حفل تخرج جميل جدا، يمكن بدون تحيز بقول من اجمل حفلات التخرج في على مستوى الجامعات، وطبعا فرصه جميله لطلابنا الاعزاء انهم بيتخرجوا من جامعه كبيره، بتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبليه لانهم هم نواه المجتمع ونواه العمل في مصر في كافه المجالات، زي ما هنا عندنا في الجامعه في هندسه واداره واعلام، وايضا شيخ زايد هناك مجموعه من التخصصات، فالحقيقه في تخصصات متعدده. الحمد لله اولا والمنه له، يعني انا ما كانش على بالي خالص اي نوع من انواع التكريم، الحمد لله ربنا كرمني بيشتغل كويس والناس الحمد لله ربنا كرمها بثقتها وحبها. فاللي انا عايز اقوله بس ان السكه لاي نجاح هي الاخلاص والتفاني، يعني 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 لازم الواحد يبقى متقن ومثابر، دي سكة النجاح. فعاليات عدة شهدها الحفل، منها تكريم ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة كيب بريتون للدكتور أحمد عبد العزيز، تقديرا لجهوده الإنسانية النبيلة في غزة، حيث قدم رعاية طبية حرجة وسط الظروف المأساوية الأخيرة، إضافة إلى الفرحة العارمة لخريج الجامعة. ألف مبروك لكل الطلاب اللي اتخرجوا، وإن شاء الله ليهم مستقبل باهر، وفرحانين جدا كمان بالتقدم اللي CIC بتعمله دلوقتي من تقدم تكنولوجي والتحول الرقمي. مبسوطة أول مرة أكون هنا بصراحة، الحدث حلو جدا وعظيم أكتر ما توقعت يعني بصراحة. I'm speechless. بشكر الجامعة إنها عملت الاحتفال ده، وبشكر أهلي إن هم جم النهاردة من المغرب عشان يحضروا الحفل بتاعي، فأنا
كان بغيكم بزاف. مبسوطة جدا ومبسوطة ان انا دخلت الجامعة دي ودخلت اتعرفت على اصحابي، تعلمت حاجات كتير جدا وفخورة ان انا هنا. اليوم حلو جدا، واول ما بدأنا نتمشى حسيت بالفرحة، واقول طبعا لماما والبابا والحبيبة اختي شكرا. طبعا لازم نشكر اهالينا اول ناس يعني، والجامعة، الفرع اللي هنا سي اي سي والسي بي يو. طبعا اقول شكرا لاهلي، والدي ووالدتي، هم دايما اكتر واكتر داعمين ليا واخواتي. ورايي في اليوم طبعا انا يعني بنزل اليوم ده كتير كاورجنايزر لاصحابي، دلوقتي بقى احساس مختلف ان انا دلوقتي انا اللي بتخرج واصحابي جايين مخصوص عشان يتفرجوا عليا، فده احب اشكرهم طبعا، وحابب اشكر سي اي سي على دعمها المستمر لينا. شكرا لاي حد ساعدني من اهلي ومن صحابي، واليوم بجد كان حلو قوي ومبسوطه جدا، ويعني يوم هيفضل في ذاكرتي يعني. تضم مجموعه السي اي سي أكثر من 13,000 طالب بالإضافة إلى الخريجين، وتوفر لطلابها فرصة الحصول على شهادة بكالوريوس كندية بالإضافة إلى الشهادة المصرية من خلال البرنامج المشترك، كما توفر لطلابها فرصة الدراسة في الخارج عن طريق برنامج التبادل الطلابي بالشراكة مع جامعة كيبريتون الكندية. مكر كيسينجر، لكن هناك مكر السادات وخداعه الاستراتيجي. السادات لم يكن سهلا على الاطلاق، والحقيقة السادات عبقريته في ادارة هذه المعركة وصولا لقرار الحرب. نوصل الاول لمكر كيسينجر، تتحدث عن مكر كيسينجر. انا يعني التعبير بتاع حضرتك اللي قلته ده رائع جدا، لانه جزء من تأخير قرار العبور راجع لانه السادات كان عايز يطمئن جيدا على امكانيات الجيش المصري، يعني برضو هو أجل لأنه كان بيفكر أنه تتم المسألة دبلوماسيا وتنتهي. لكن طبعا اللي حصل في المراسلات دي أنه كيسينجر ظل يمكر يراوغ ويستنفذ الأيام لغاية ما هيجي في الآخر يفهم بقى حافظ إسماعيل. وأنت تخيل الصورة كان بيبقى شكلها إيه؟ يعني بيروح حافظ إسماعيل يقابل روجرز مقابلة علنية، بعد ما تنتهي المقابلة العلنية بيمشي روجرز بياخده ويروح كامب ديفيد كيسينجر وتبدأ المناقشات. اتكلموا في تفاصيل كثيرة جدا وتكاد تصل من الوثائق إلى أنه الحل الدبلوماسي أو السياسي خلاص هيتم على وشك، ونقاط وتفاصيل كثيرة جدا اللي هيتاخد منها بعد كده لكامب ديفيد، اتفاقية كامب ديفيد والسلام. لكن هما كان في بيجي في الاخر وتنحط عراقيل لغايه ما حافظ اسماعيل كان بيرجع لانور السادات ويقول له واضح انه ما فيش نتيجه من هذه قال له ده قال له كده، فبيضطر يقول له حاول تاني يعني، فيرجع حافظ اسماعيل تاني لغايه ما قال له كيسينجر صراحه ان الولايات المتحده الامريكيه لا تدخل في جبهه او في مكان الا اذا كان ساخنا. ادي واحد. اثنين، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع ان تضغط على اسرائيل لتعيد ارض الى مصر اخذتها بالانتصار صراحة كده. في لقاء بقى مع وزراء الخارجية العرب وبرضه حافظ اسماعيل كان موجود قال لهم ما تنسوش بقى ان انا يهودي وانه انا ما اقدرش اضغط على اسرائيل، فاذا يجب ان تسخن الجبهة ويجب ان مصر تعتمد على نفسها كده صراحة. إشارة واضحة، إشارة هنا ده كنا وصلنا إلى مايو 73. يعني برضو هجيب لحضرتك الدراسة دي بتاع الدبلوماسية السرية الأمريكية ومصر، فيها بقى تتابع لغاية ما بنصل إلى مايو 73، ياخد أنور السادات القرار وبيتواصل مع سوريا وبياخد قرار العبور. متى أخذ القرار؟ في مايو 73، بناء على أنه الجيش خلاص أصبح جاهزا، وأنه الخط الدبلوماسي ده او الخط او المحاوله الدبلوماسيه والسياسيه خلاص. هو رجع قال له كده، قال له حتى كوانت لما بيعبر عن المفاوضات دي بيقول في النهايه انه كده اصبح يعني انور السادات وجهه للحيط، يعني ظهره للحق، ما عندوش فرصه خالص غير ان هو يسخن الجبهه او يحارب. وهنا على فكره برضو من الحاجات اللي انت ممكن توضح لك موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لو كيسينجر ابن الحرب بيقول كان على إسرائيل
وده يمكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي بقى ما بين بايدن وبين نتنياهو. كان على اسرائيل بعد غطرسة القوة دي ان تتذوق مرارة الهزيمة، وكان على مصر ولا تهزم هزيمة كاملة. تتذوق الهزيمة تتذوق لكن لا تهزم مرارة الهزيمة، ولا يسمح بان تهزم هزيمة كاملة. وكان على مصر ان تتذوق حلاوه النصر ولا تنتصر نصرا كاملا. تشوف مكر بقى الولايات المتحده الامريكيه وطريقتها في اداره الصراع وانحيازها الكامل لاسرائيل هو اللي حرك المساله بالشكل ده. كده السادات زي على هبه الاستعداد. هل كان الجانب السوري مطلع على هذه الدبلوماسيه السريه؟ لا لا لا، ما كانش مطلع. وهنا اتخذ القرار بالعبور والمصر السوري يعني، واتخذ في نادي الشرطة أظن في الإسكندرية في مايو 73. وكان الجيش جاهز، وكان خلاص يعني لحظة الثأر والانتقام كانت موجودة عند قيادتنا كلها يعني، كانت بتستعجله كمان يعني. ماذا تقول المذكرات عن الحرب؟ يعني طبعا الوثائق المصرية اللي افرج عنها في اليوبيل الذهبي 50 سنة اعتقد اعطتنا صورة لمجريات الحرب، لكن هل كانت اسرائيل تتوقع هذه الحرب؟ ادي واحد. الامر الثاني، هل بالفعل تم تسريب مواعيد الحرب؟ هل هالات كثيرة تزداد غموضا عاما بعد عام؟ تمام. لا، هو طبعا كان في خطة خداع استراتيجي اكثر من رائعة، وتم تسريب خبر اليوم اللي هيتم فيه العبور فعلا، ولكن ساعة العبور لم يتم تسريبها. وطبعا قيل هنا، طبعا ده محتاج بقى كمان يعني وثائق وتدقيق، ان اشرف مروان لعب هذا الدور بجدارة، انه قال ان العبور هيتم في 6 اكتوبر لكن بالليل مش الظهر كده في عز الظهر. في ايضا مصدر تاني سرب من الاردن خبر العبور، لكن اسرائيل من الخداع الاسرائيلي لم تكن من الخداع المصري لم تكن متوقعه ابدا ان يكون العبور. وانا اعتقد ان فيلم جولدا كان واضح قوي في الحته ديت، انهم مش مصدقين يعني، لدرجه انهم اختلفوا على الاستدعاء الاحتياطي نستدعي كام، وكان في خلاف واضح تمام. جدا 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 يعني، اقصد ما كانش الحاله ايرجنت في التحقيقات بتاع لجنة إجرانات. في بقى الإشارات دي أنه ده أنت عندك حتى يعني زعيرة بيقول لك إيلي زعيرة بيقول لك أنه أنا أدي امتياز لمصر فيما يتعلق بالخداع الاستراتيجي، لأنه صور الخداع الاستراتيجي لما بتدرس في المعاهد العسكرية يعني، أنت لما تيجي تشيع انه المطر افسد القمح في الصوامع وانت عايز تعمل رصيد من القمح عشان تخش حرب، ويبدا خلاص وفي بقى اتهام بالفساد واتهام بالاهمال وما الى ذلك، والصحافه كلها اشارات، وبينقل ده كله هناك في اسرائيل. وبعدين تبدا تستورد بقى كميات من القمح، ما حدش هيفكر ان انت بتستورد عشان تخش حرب. ايضا الاشاعه الشهيره بتاع انه ميكروب التيتانوس أصاب مستشفى الدمرداش، أكبر مستشفى في مصر في جامعة تبع جامعة عين شمس، وإنه لابد من إخلاء المستشفى فتخلق المستشفى. وطبعا في بقى تحقيقات ومقالات صحفية على الإهمال والفساد وما إلى ذلك، ويتنقل ده لإسرائيل، وتخوفا من العدوى نقوم نطهر بقية المستشفيات ونخلي بعض المستشفيات عشان استعدادا لاستقبال الجرحى في الحرب اللي احنا خلاص قربنا داخل. طبعا الدفعة اللي مسافرة العمرة، طبعا في طبعا زي ما حضرتك قلت التصريح بالعمرة، اللي بيلعبوا كورة والاجازات والاجازات اللي اخدوها واللي بيلعبوا كورة قدامهم. لا ده في كمان ان هو اشتغلوا عليهم بان هم يشيلوا الالغام ويرجعوا يحطوها ويشيلوا الالغام تاني ويرجعوا يحطوها. وانت لما تشيل الالغام من الممرات معناها انك هتعبر، دي الغام نحن اللي حطيناها. ايوه، فهو يشد فهو يشيلها وبعدين يحطها تاني، فيقول لك ده بيجددوا الالغام. لكن مش هيشيلوها عشان هيعبروا، ده هم بيغيروها. ايوه، انت غيرتها اكتر من مره، فاكتر اكتر من مره، انت عودته انها تتشال وتتحط. بناء الـ القواعد المدفعيه
ومراكز والحفر ويعمل مدفعية هيكلية وتيجي إسرائيل تضربها. اتعلموا انه قال لك ده هم العالم دي بقى يعني مش هيعبروا ولا حاجة. الرحلات الجوية زي ما هي، المقابلات بتاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع كما هي كما برنامج روتيني يعني. فاحنا عندنا خطة استراتيجية هو قال عليها بقى انه نحصل على امتياز في هذا الخداع الاستراتيجي. اللي حضرتك بتسأل عنه دي في اللحظات الاولى تم تسجيله في الدوريات الاسرائيلية، هذا الرعب وهذا الانتصار. وهنا على فكرة احنا بنرجع لل 18 يوم الاولانيين دول، نرجع للصحافة العالمية كلها والصحافة الاسرائيلية، فبنلاقي شهادات تخلينا نقول نفتخر طول العمر بما انجزه الجيش المصري وبما انجزه الجندي المصري في حرب اكتوبر 73. واذا سمحت لي انا معايا بعض الشهادات اللي انا حريص ان اجيبها عشان هي نص، بس اسمح لي اقراها. يعني مثلا الواشنطن بوست في 7 اكتوبر 73، 7 اكتوبر تاني يوم على طول، المصريون ابدوا كفاءة عالية في عبور القناة، المصريون استطاعوا اسقطوا مقولة اسرائيل بان العرب لا يصلحون للقتال. الاسوشيتد بريس بتاع تل ابيب 10 اكتوبر بعد كم يوم من العبور بتقول ان عبور القناة غير مجرى التاريخ بالنسبة لمصر وبالنسبة للشرق الاوسط. الديلي تلغراف البريطانية 7 اكتوبر، اسرائيل روجت اساطير خاطئة عن المقاتل المصري واثبت المقاتل المصري عكس ذلك تماما. الفاينانشال تايمز البريطانية يوم 11 اكتوبر، اسرائيل اصابها اكتئاب شديد، المصريون يقاتلون ببسالة. ها ارتس الاسرائيلية، ما اظن ما فيش بقى اجمل من كده، ان دي شهاداتهم هم، اسرائيل خسرت الحرب. اكتوبر 73 جولدا مائير تفكر في الانتحار. الواشنطن بوست 12 اكتوبر، اسرائيل تواجه خصما قويا، خصما افضل تدريبا واقدر من ناحية التخطيط والمهارة. في اجمل من كده شهادات ممكن نرجع ليها. ان نيوز ويك الامريكية يوم 14 اكتوبر 73، حطام الدبابات الاسرائيلية والعربات المبعثرة، هي الامريكية طبعا دي عربياتهم، على رمال الصحراء شيء مدهش. الاكثر دهشة ان الجنود المصريون ينشرون غسلهم الان على خط بارليف بعد العبور 14 اكتوبر. أيوة. يعني في اجمل من التعبيرات دي. نيويورك تايمز 11 اكتوبر، كان عبور الجيش المصري جريئا وعبقريا، خاصة إذابة الساتر التراب العملاق بخرطيم المياه. دي مسألة فجأة العالم كله ان مصر عندها هذه المقدرة. شيء مذهل نجاح المصريين في اقامة الجسور العائمة وعبور الكوماندوز في ذوارق مطاطية. شوف حضرتك هارتس الاسرائيلية يوم 26 اكتوبر، بنمشي شوية كده، حرب اسرائيل الرابعة لم تحقق شيئا بالنسبة لهم. التايمز اللندنية، حرب اكتوبر جرحت كبرياء اسرائيل. هارتس الاسرائيلية يوم 2/11، فشلنا في الحاق اي ضرر بالجيش المصري. حتى بعد الثغرة كمان يدعوت احرانوت الاسرائيلية يوم 6/11، عرف جنود اسرائيل الان معنى الحصار والعزلة وعار الاسر في اكتوبر 73، تلاب نصر اكتوبر. شوف حضرتك، هو ده كلام مهم قوي الحقيقة، وانا يعني بعمل ندوات كتيرة قوي عشان شبابنا، لانه السوشيال ميديا بتعمل حاجتين اتنين. اولا بتضرب في رموزنا كلهم وبتشوه تاريخ رموزنا، الامر الثاني انها بتشوه الحقائق التاريخية. وتشويه رموزنا وتشويه الحقائق التاريخية ببساطة شديدة معناه ان هو بيلعب في مرتكزات الهوية. أيوة. المصرية، وبيلعب في انتماء الشباب. ما انت 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 مستهدف صلاح الدين الايوبي، مستهدف عبد الناصر، مستهدف كل الرمزيات حضرتك، ده غير مستهدف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني كل الرمزيات انت مستهدفها في السوشيال ميديا باستمرار. ده الكتابات، يعني اقول لحضرتك ايه، بس من صلاح الدين لعرابي لغيره، حتى الهكسوس ما كانش فيه كسوس ولا حاجه، ده انتوا اللي كبرتوا المساله، ولا احمص ولا انتوا اللي ده كانوا شويه بدو قاعدين عندكم.
تتخيل لما يبقى في كتابات بالشكل ده واهرامات ايه ده شويه حجاره. لا هو بيحاول ان هو أو مش قادر بقى ان يعني يصطدم بعظمه الاهرامات فيقول لك لا مش انتوا اللي بانينها. أيه. فيرجع يروح بقى للافروسنتريك وما الى ذلك الى اخر ذلك. فالهجمه الشرسه دي بتيجي عند الانتصارات. وعشان كده يعني انا استفزني ان بعض المؤرخين المصريين ايوه يقول لك مثلا ان احنا انهزمنا في 56. يا سيدي ده لم تحقق اسرائيل هدفها، لانه انت في النهايه دي معركه هدفها كان جر الجيش المصري ووضعه في شكل كماشه وتدميره تماما، ثم القبض على جمال عبد الناصر ومحاكمته، والتجربه شفناها مع صدام حسين. ده كله لم يحدث، بل بالعكس توج عبد الناصر زعيما للعالم العربي بعد 56 وبعد تاميم قناه السويس. انت تيجي عند الاستنزاف زي ما انا قلت من شويه ويقول لك لا ده احنا انهزمنا. يا سيدي دي شهادات اسرائيليه مش احنا اللي بنقول. فهي الفكره كلها ولو احنا نقول ما احنا برضو من حقنا نفتخر. يعني انا من حق افتخر براس العش. لازم افتخر بحائط الصواريخ. لازم افتخر بايلات. لازم افتخر احمد شاكر القارح. يعني انا مش فاهم حضرتك يعني اذا لم افتخر انا برموزي بمن افتخر؟ من اللقطات الجميله اللي عملها عبد الناصر لما جه وقع اتفاقيه الجلاء، انه حط صوره احمد عرابي ورا ظهره، وانتوني ناتنج دخل شاف صوره عرابي في الوش، فكانه بيقول له انه عرابي اللي انتوا هزمتوه واحتليتوا مصر سنتين وتمام، احنا بنسأل له، احنا الجيش المصري بنسأل له. عرابي ما كانش زعيم ولا حاجه، وراجل خاين، وده ينكتب ده بينكتب بالشكل ده. صلاح الدين سفاح ومجرم وده بينام ومستسلم على التلفزيونات. الرئيس عبد الناصر يهودي وبيحب اليهود، وراحوا على السلك وجاب له تفاح ومش جاب له، وديان كان جار وكان له علاقات بالامريكان. كل دي اكاذيب. ده علاقات الامريكان دي يعني احنا حققناها عشان خاطر نقفل القصه دي من يوم ما ابراهيم عبده يعيدوها تاني. مجرور صرف صحي للاسف. يعيدوها تاني. وهي الفكره كلها ان عبد الناصر كان عنده قراءات يعني غير عاديه، قرأ كل ما نتوقعه عن تاريخ المرحله والعسكريه والحروب وما الى ذلك، واكتشف ان النظام العالمي وقتئذ في صراع بين الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. قال لك انا هلعب على الاثنين دول. ادي واحد. اثنين، في صراع داخل الكتله الغربيه بين انجلترا وبين امريكا، لانه امريكا عايزه تظهر كامبراطوريه وانجلترا مش راضيه تتنازل عن دورها، فحفرت لها حرب السويس. عبد الناصر كان فاهم ده كويس قوي، وبالتالي لعب على الصراع الانجلو امريكي ايضا. فانت لما تيجي وقبل ما يقوم بالثوره بس كده، دي الحكايه اللي بنوا عليها كل القصه. التشويه الذي يلحق باكتوبر ورموز اكتوبر هو نفس التشويه الذي مر على كل منتصر وكل قائد بارز في مصر، لان هو هدفه ببساطه شديده ان هو يفقد شبابنا الانتماء ويشوه ذاكره الامه. يا راجل ده وصل التشويه لان المشير طنطاوي هزم في المزرعه الصينيه. ايوه. مع ان شارون شاهد للمشير طنطاوي. طبعا انت في تفاصيل كتيره. ومن الحاجات اللطيفه اللي دايما اقولها انه وصف يعني احمد عرابي بانه ما كانش قايم بثوره ولا حاجه، ده هو راضع على الخديوي، وبالتالي الخديوي اخوه في الرضاعه. انا مش عارف نينيه ده جاب الحدوته دي منين يعني راضع عليه ازاي ولا اخوه في الرضاعه ازاي. قال لك كانوا متفقين كده على مسرحيه، بس عرابي ايه اخذته الجلاله فزودها شويه. ولا هي ثوره ولا حاجه. لما حد يكتب ده وحد يدرسه لي انا، بلاش لحد تاني، يدرسه لي انا في الجامعه، ده مصيبه سودة. وعشان كده كان لازم نرد بعدين بقى، لا ده عرابي زعيم، وعندنا كام رساله ماجستير ودكتوراه عن احمد عرابي. نفس الكلام لما هوجم صلاح الدين الايوبي، ردينا على اللي قال الكلام ده في التلفزيون وقلنا له تعالى نعمل لك مناظره، يعني احنا عندنا اساتذه تخصصوا في صلاح الدين الايوبي عمرهم كله، وعندنا اساتذه خدوا ماجستير ودكتوراه ودراسات في عرابي عمرهم كله، تعال نعمل لك مناظره. قال لك انتوا هتجيبوا الصحفيين ولا مين؟ انا ما اعملش مناظره. بعد ما وافق راح متراجع تاني. بس ده تخريب، ولازم كلنا بقى، وانا دايما انا بقول الكلام ده وكررته كتير، لازم كل مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، ولازم الدور العظيم اللي حضرتك بتلعبه وللاعلاميين بيلعبوه، لازم يقفوا ضد ده كل يوم. لازم انا طبعا معجب بالمرصد بتاع الازهر
في انه بيرد على طول على الشائعات وعلى محاوله النيل من الاسلام، بس هي القضيه مش نيل من الاسلام بس، نيل من الوطن، القضيه نيل من الهويه. اذهب معاك لتاني، نرجع تاني لمحاوله استلاب النصر. أي. انا اواجه محاوله استلاب النصر بالشهادات الاسرائيليه والامريكيه. تمام. يعني اذا كنتم تقولون ليس نصرا تعالوا نشوف. أي. طب دي شهادات الاسرائيليه انت قلتها والامريكيه، ماذا لديك ايضا؟ لا ده هنا انا اقول لك بعض المؤلفات بس بسرعه. لا ده مهم، احنا كده اتكلمنا اتكلمنا عن الصحف العالميه. شوف دي شهادات بريطانيه وامريكيه مثلا. اتفضل. يعني شوف ديفيد هيرست، وده مؤرخ صحفي بريطاني مشهور قوي، عمل كتاب اسمه البندقيه وغصن الزيتون، كاتب فيه بالحرف كده: حرب اكتوبر كانت بمثابه زلزال، لاول مره في تاريخ العرب حاولوا ونجحوا في فرض امر واقع على اسرائيل. هي. ده ديفيد هيرست. وديفيد هيرست يعني وقال لك فرضوا الامر الواقع بقوه السلاح. في كمان كاتب فرنسي اللي عمل الكتاب اللي اسمه الايام المؤلمه في اسرائيل، جان كولوا، ده كاتب بيقول ديفيد بن غوريون قبل ان يرحل، هو كان جاله جلطه في المخ وتوفي في ديسمبر 1973، فهو جان كولوا بيقول شاب عيونه كيف هوت اسرائيل من علوها الشامخ نتيجه الزلزال السادس من اكتوبر. تخيل هذه الكلمات والشهادات الاكثر من رائعه. زيف تشيف نفسه بقى اللي هو المراسل العسكري، واحنا بناخد بروايات المراسلين العسكريين لانه قاعد جوه الميدان، فزيف تشيف مسمي الكتاب بتاعه زلزال اكتوبر. وفي الزلزال اكتوبر ده قال لك اجتاح جنود اسرائيل، جنود اسرائيل، الجيش الاسرائيلي يحتاج الان للعلاج النفسي بعد اجتياح الجيش المصري، المستشفيات امتلأت بمن فقدوا الذاكره نتيجه لهول ما واجهوه من الجندي المصري. تخيل لما دي تبقى شهاده اسرائيلي، ونرجع نقول ان احنا امن كبلوك، وده مراسل عسكري ايضا مشهور جدا، عمل كتاب اسمه اسرائيل انتهاء الخرافه، انتهاء الخرافه بحرب اكتوبر، قال انه في السادس من اكتوبر 73 سقطت اسرائيل من اعلى برج سكني وكانت مطمئنه انها شهدته، لكن وقعت على جدور رقبتها من اعلى وكانت الصدمه قويه. نحوم جولدمان اللي هو رئيس الوكاله اليهوديه اللي انا اتكلمت عنه قبل كده الاسبق، الراجل بيقول لك اهم نتائج حرب اكتوبر وضع حد لاسطوره اسرائيل المتفوقه. طبعا عندي عشرات الروايات بهذا الشكل، يعني نكتفي بهذا القدر. فاحنا لما نيجي نحلل نقول شوفوا المعاهد العسكريه اللي قالت ان المفاجاه في حرب اكتوبر 73 هي الجندي المصري. وعشان كده انا يعني سعيد جدا بالكتابات اللي كتبت عن اللي كتبها القادة وأرخت لدور القادة، لكن أنا دعيت أكتر من مرة إلى أنه يجب الاهتمام بدور الجنود والملحمة اللي أنت عندك بقى صائد الدبابات، وعندك اللي هو صاحب الساق المعلقة، وعندك حواديت كتيرة تتعمل دراما لهذه الملحمة العظيمة. وأعتقد أنه البعض استجاب وبعض كتب نزلت تاخد شهادات الجنود والممرضات والأطباء اللي لعبوا دور في حرب اكتوبر. محاولات الاستلاب دائما تضخم من الثغرة. أي. في محاولة الاستلاب وإجهاض النصر تضخم من الثغرة، والأنكى والأمر إن الذي يقود تضخيم الثغرة بعض الكتابات المصرية والعربية. هنا السياسة تفسد التاريخ بقى. أيوة. يعني هنا لابد من التوقف عند هذه القضية، إنه السياسة تفسد التاريخ. وأنا يعني لا أود إن أنا يعني أوجه اتهام للرئيس السادات، لأنه شغلنا إحنا شغل أكاديمي، لما تظهر وثائق أكتر عن الموقف ممكن نبقى نتكلم، لكن ببساطة شديدة زي ما قال الشاذلي كان من الممكن التغلب على هذه الثغرة. رؤية الرئيس السادات كانت مختلفة لأنه بدأ بقى مبكرا الكيسنجر يلعب الدور القذر بتاعه ويبدأ يدخل في المسألة على أنه أنتوا سخنتوا الجبهة
اذا من الممكن الوصول، اللي هو نظريه تسخين الجبهه، اللي هي النظريه اللي قالها قبل كده، الجبهه سخنت خلاص واحنا ممكن ندخل بقى ونحل سلمي. جمله اخيره، هل انت مع ما ذكره الاستاذ طيب الذكرى الاستاذ محمد حسني نيكا اللي كانت حرب تحريك وليس حرب تحرير؟ هي بدأ حرب تحرير، لكن لما بدأت امريكا تدخل بالجسر الجوي احنا عندنا مشكله حقيقيه، ويمكن يعني كانت تدخل مصر في حرب ممتده. هو هنا اغراء كيسنجر للرئيس السادات بانه هيحل بقى الباقي سلمي، ده ممكن قوي اللي يخلينا نوازن المساله ونقبل، لكن ما ترتب على الحل السلمي بعد كده ممكن يكون لي انا موقف شخصي منه. لا يعني بعيد عن موقف الشخصية، نحن نتفق مع سعادتك ومع كل المحبين لهذا الوطن وكل الفخورين بهذا الجيش انه حقق انتصار عظيم. تمام. انتصار يؤرخ له، انتصار بشهادة العدو قبل الصديق، هو انتصار باهر عظيم، هو الانتصار الوحيد في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية. أشكرك وشكرا جزيلا، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على حب.